مساهمتهم في الجهاد الأكبر للوطن والمدراء التنفيذيين السيد رئيس مجلس الأمن قدما نحو تكريس جزائر جديدة. الذكرى 62 لعيد الاستقلال الموسومة بشعار عيد مجيد وعهد مع التجديد. بعد زيارتنا لمقبرة الشهداء وترحم على أرواح الشهداء الأبرار، انتقلنا مباشرة تحت إشراف السيد ولي الولاية السيد حيمي عبد الرحمن لزيارة تفقدية وتكريمية لأبائنا المجاهدين بمقر سكناتهم. بهذه المناسبة نتمنى لكل الساهرين على بناء الجزائر وتشييدها من أبنائها المخلصين النجاح والتوفيق خدمة للشعب الجزائري وتنميته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.